بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض بقى آخر فيديو في الـ Architectural and Structural Drawings، اللي هو آخر لوحة دايما بنرسمها، اللي هي الـ Foundation بتاعة المبنى. دايما كده اتعود زي ما قلت لك في الأول، الأحمال بتنتقل من فوق لتحت، فاحنا دايما بنيجي نرسم بنحاول نبدأ رسم البلانات من فوق برضو الايه لتحت، فاخر حاجه خالص بتقابلنا هي الفاونديشن طبعا. طيب الفاونديشن بصراحه هي كذا نوع، فاونديشن كذا نوع، بس احنا يهمنا هنا في التوبيك بتاعنا بتاع تانية مدني الايه القاعده المنفصله بس، فانا هشرح لك كذا حاجه، بس احنا يهمنا ايه، يهمنا اول واحده بس. بعد كده ان شاء الله في رابعه هتاخد منهج كامل وماده كامله عليها 200 درجه، ماده يعني مش هينه خالص، مادة اسمها فاونديشن اساسات. المادة دي كبيرة جدا، فيها بقى كل انواع الفاونديشن اللي انت هتقابلك في الحقيقة. طيب اولا كده الفاونديشن ثلاث انواع، ده يهمنا بس كده كانتروداكشن سريعة، بعد كده زي ما قلت لك هتعرف انواع الايه الاخرى. اول قواعد هي القواعد المنفصلة، ببساطة كده بقول لك ان تحت كل عمود بنحط قاعدة عادية وقاعدة مسلحة ونربط بين القواعد بسم الله بس. لا مش فاهم، فهمني اكتر. ادي العمود، خلاص كل عمود بنحط تحتي قاعدة سمكها كبير كده اسمها ايه، خرسانة مسلحة، اللي هي سمكها كبير دي قاعدة خرسانة مسلحة فيها حديد يعني زائد الخرسانة اللي احنا بنحطها. طيب بعد الخرسانة المسلحة بنحط كمان ايه، قاعدة ايه عادية بالمنظر ده كده. طبعا في الواقع احنا ما بنعملش من فوق لتحت، واحنا بنبني ما بنبنيش من ايه من فوق لتحت، دايما بنبني منين، من تحت لفوق. فاول حاجه لما بنحفر الارض بنحط الخرسانه العاديه الاول، وبعدين فوقيها بنحط الخرسانه المسلحه، وبعد كده نطلع منها عشاير عمدان وايه ونصب عمدان. فاحنا في الواقع بنبني من تحت الايه لفوق، خد بالك. انما الاحمال لما بنيجي نحسبها في الديزاين بنحسب من فوق لتحت. كويس، يبقى دي اول نوع، وده اول نوع يهمك في الايه الشغل بتاعك في تانية مدى. رقم اتنين قواعد مشتركة، بيقول لك ان مع زيادة الاحمال بتلاقي العمدان بتاعتك ابعادها كبرت، وطبيعي هتلاقي الفاونديشن تحتها تحت كل عمود كبرت، فيحصل وانت بترسم هتلاقي فيه شوية قواعد بتتداخل مع بعض، في شوية قواعد ايه بتتداخل مع بعض. فطبعا ما ينفعش يعني نخلي التداخل ده موجود عشان ما يحصلش ايه كونسنتريشن لللود في الجزء بتاع التداخل ده، ده طبعا هيعمل لي هبوط ومشاكل في التربه انا في غنى عنها. فبعمل حاجه اسمها قواعد مشتركه، لو لقيت الاعمده متداخله في القواعد فراح بعمل ايه، بعمل قاعده واحده تضم العمودين او الاكتر من عمود مع بعض وخلاص، ورايح ايه ورايح دماغي. طبعا بيبقى في ديزاين للكلام ده هتاخده برده ان شاء الله في سنه رابعه. اخر حاجه بقول لك لو لقيت بقى ان في تداخل عظيم جدا في كل الاعمده، يعني لقيت كل عمدانك متداخله، فطبعا زي ما قلت لك هتعمل بقى كومبايند فوتنج لكل عمودين مع بعض، لا طبعا بتريح دماغك بقى وتعمل حاجه اسمها ايه، تعمل حاجه اسمها لبشه. طبعا اللبشه دي لو انت ماشي في الشارع كده هتلاقي كل او نسبه 90% من الابراج والعماير الطويله قوي اللي بتعمل في مصر بيريحوا دماغهم دايما بيعملوا ايه، بيعملوا لبشه، لان هي طبيعه طبيعيا كده هتلاقي ان في احمال كبيره فيحصل تداخل في القواعد، فهو عارفين فعلى طول ايه بيعملوا ايه، بيعملوا لبشه. خلاص يبقى اللبشه كل العمدان بتاعه المبنى بتبقى في قاعده واحده كده خرسانه وتحتها قاعده ايه عاديه، دي كده اسمها الرافت فاونديشن، رافت يعني لبشه، كومبايند فوتنج اللي هي الايه القواعد المشتركه، ايزوليتد فوتنج اللي هي القواعد بقى المنفصله، ودي اللي تهمنا قوي في المنهج بتاعنا. ممكن طبعا ممكن يجي لك ساعات كومبايند فوتنج في الايه في الرسمه بتاعتك، تلاقي تيجي ترسم القاعده طبعا من غير ديزاين، انت بس بترسم بس في اول شيت عندك زي ما قلت لك، تلاقي عمودين جنب بعض قوي فتلاقي القواعد بتاعتهم تداخلت في بعض، فايه انت مضطر طبعا حاجه تعمل حاجه اسمها الايه كومبايند فوتنج. في ريكومندد دايمنشنز كده بنديها لك لانك انت طبعا زي ما قلت لك ما خدتش او ما تعرفش تعمل ديزاين للفاونديشن،
فانا بديك ريكومندد دايمنشنز كده تشتغل عليها لغايه ما ان شاء الله تعمل او تعرف تعمل ديزاين للفاونديشن. فبقول لك العمدان بتاعتك من السنتر لاين كده اكن في خط، نجيب بس القلم، اكن كده في سنتر لاين هنا كده، خلاص اكن كده السنتر لاين بتاع العمود ادي رسمته اهو. هبعد من هنا نص عرض العمود ونص عرض العمود عشان ارسم عمدان اهو، رسمت العمود. وبعد كده بقول لك بقى ابعد من السنتر لاين نص متر وهنا برضو نص متر عشان ايه توقع العرض بتاع القاعده المسلحه. فدايما احنا بنعمل الخرسانه المسلحه، طبعا دي ريكومندد دايمنشنز بس مش دايما يعني بنعملها في الواقع، ده ليك انت، بعمل دي متر ودي متر، خلاص. ده طبعا لو كان العمود ايه، لو كان العمود مربع. طبعا لو كان مستطيل هنعمل حاجات تانية اللي هي بقى نشوف نبعد من هنا كام بالظبط وهنا نبعد زيها بالظبط برضو نفس المسافة وهكذا. يعني الترطفة دي كده ترطفة من العمود لغاية اخر القاعدة بنحاول دايما نخليها ايه متساوي عشان طبعا ما يبقاش في مومنت على القاعدة وهكذا وحاجات كده هتعرفها قدام. طيب يبقى اول حاجة ابعاد الخرسانة المسلحة هي هنعملها متر في متر وسمكها بنعمله 60 ايه 60 سنتي، خلاص اللي هو 0.6 متر يعني. بعد كده بقول لك دايما الاحمال، ودي قاعده لازم تعرفها لغايه ما تخلص، دايما الحمل بينتقل من الخرسانه المسلحه للخرسانه العاديه بايه، بميل واحد لواحد. يعني ايه ميل واحد لواحد؟ يعني هستفيد منه بايه؟ يعني انا لو عملت السمك ده 0.3 اللي هو سمك الخرسانه العاديه لازم الترطفة بتاعة الخرسانة العادية تبقى 0.3، لازم المسافات دي تبقى بالظبط قد السمك، خلاص. يعني المسافة دي كده هي بالظبط المسافة دي. طب هو انا لو عملت يعني حاجة مختلفة هيبقى غلط؟ اه هيبقى غلط، لانك انت هيظهر لك حاجة بقى اسمها مومنت على القاعدة وانت مش عامل له ديزاين اصلا. فاحنا دايما بقى ما نحاولش خالص ان احنا نحط نفسنا في المزنق ده، احنا عارفين خلاص ان الحمل بينتقل واحد لواحد فيبقى السمك بيتساوي الترطفه دي، خلاص. طبعا عشان تبقى عارف برضو انا قلت لك قبل كده الخرسانه المسلحه اللي هي رينفورس كونكريت فايه بنقول ان هي ار سي، والخرسانه العاديه اللي هي البلين كونكريت فان هي الايه البي سي، خلاص. طيب انا بقول لك بقى ان القواعد المنفصله بنحط تحت كل عمود قاعده عاديه وقاعده مسلحه وبنربط بسميلات. خد بالك بقى لازم تحط سميلات بدل ما تعمل ايزوليتد فوتنج. ليه؟ عشان بيحصل فرق هبوط بين العمدان وبعضها. دايما العمدان بتاعتك ما بتشيلش احمال زي بعضها، حسب اماكن العمدان والاحمال اللي عليها بتلاقي العمود ده كبر شويه والعمود اللي جنبه ممكن يكون صغير، فمش لازم العمدان تكون شايله نفس الاحمال. طب هو انا لو عندي عمود مثلا شايل 600 طن وعمود تاني جنبه صغير كده شايل 40 طن بس، مش ده هيهبط اكتر من ده؟ اه طبعا. فانا عايز الاشي فرق الهبوط ده، فبحط ايه بقى؟ بحط حاجه اسمها سميلات. ايه السميلات دي يا باشمهندس؟ السميلات دي لو انا راسم كده في 3 دي ادي شكل الايزوليتد فوتنج وادي شكل ادي العمدان اهو، ادي الخرسانه المسلحه تحتيها اهي وبعدين تحتيها الخرسانه عاديه. شايف بقى الشكل اللي شبه الكاميرا ده؟ شايف كده؟ هو ده السميل. يبقى اللي شكل الكاميرا ده اللي هو ايه؟ السميل في البلان اهو، شكل الكاميرا ده اللي هو الخطين دول هو ده الايه؟ السميلات. عندك اقتراحين لوضع السميل، عندك اقتراحين في وضع الايه؟ السميل. السميل ده ممكن تحطه في منسوب الخرسانه المسلحه وممكن تطلع بيه شويه ويبقى في منسوب ايه؟ منسوب العمدان. لا مش فاهم، ركز معايا. شايف الخرسانه المسلحه ايه اللي هو المربع ده اللي هو حوالين الايه العمود، كويس. شايف اعلى منسوب الايه الخرسانه المسلحه هو نفس منسوب السمله، خلاص. يبقى هنا لو انا عايز اعرف هو ارتفاع السمله دي كام، مثلا 30 سم من مستوى الخرسانه العاديه،
فبرضو الخرسانه المسلحه هتلاقيها ايه 30 سنتي. خلاص كويس. عشان اوضح بقى للي هيقرا اللوحه بعديه ان انا عامل السميل في منسوب الخرسانه المسلحه، لازم اجي من عند الخرسانه المسلحه كده واجي اوصل السميل، هتلاقيني فاتح السميل كده. فتحه السميل دي بتقول للي بيقرا اللوحه من بعدك ان انت حاطط السميل في منسوب ايه؟ الخرسانه المسلحه. هي كلها انديكيشن يا باشمهندس. الانديكيشنز دي هي اللي بتخلي اللي بعدك واللي بيقرا اللوحه يفهم. خلاص؟ طيب خد بالك اهو، انا عامل الخرسانه العاديه 1.6 في 1.6 والخرسانه المسلحه متر في متر. ليه؟ فاكر كده ريكومندد دايمنشنز. خد بالك الخرسانه المسلحه ايه؟ قلت لك متر، والخرسانه المسلحه العاديه عشان نزلت واحد لواحد فطلعت لي كام؟ طلعت لي 1.6. جت منين؟ قلت لك اهو، لو انا عامل السمك بتاع الخرسانه العاديه 30 سم فلازم الترتفع من هنا 30 وهنا 30 زائد متر يبقى 1. ايه؟ 1.6. طيب يبقى اول نوع من السميلات بحطه في منسوب الخرسانه المسلحه. لازم، دي قاعده، لازم اوصل القاعده من ناحيتين. تاني، لازم اوصل القاعده بتاعتي من ناحيتين. يعني ايه؟ طبعا على علم، يعني انا دلوقتي القاعده بتاعتي اهي، لازم ايه؟ اطلع منها سميل هنا افقي مثلا وسميل راسي. ممكن اشيل السميلات اللي فوق دي وخلاص كده القاعده مظبوطه. ويفضل بصراحه توصل السميلات من كل النواحي بتاعت الايه؟ القاعده في البلان طبعا. طيب النوع الثاني من السميلات اللي هو بيكون في منسوب العمدان. يعني ايه؟ يعني القاع بتاع السميل، القاع بتاع السميل هو منسوب وش الخرسانه المسلحه. لا مش فاهم دلوقتي، ركز معايا، ركز في العمود ده. ادي العمود وادي الخرسانه المسلحه اللي هي المستطيل ده او المربع ده، وادي الخرسانه العاديه تحتها. طيب فين السميل؟ هي السميلات اهي اللي هي شكل الكاميرات. طيب فين؟ انا بقول لك ان هي في منسوب العمدان او فوق الخرسانه المسلحه. طيب الانديكيشن بتاعتها ايه في البلان؟ بوصل السميل بالعمدان، ادي العمود اهو، اخرج منه سميل لغايه العمود اللي جنبه. خد بالك اهو ما اتفتحتش، شايف كده؟ السميل مش مفتوح على الخرسانه المسلحه زي اللي فات. بص الخرسانه المسلحه هنا ايه؟ القاعده المسلحه ايه؟ مفتوحه على السميل ومش متوصل، السميل مش متوصل بالعمود. فانا كده فاهم ان السميل في منسوب ايه؟ الخرسانه المسلحه. انما لما يكون السميل متوصل بين العمود للعمود كده معناها ايه؟ معناها ان السميل في منسوب اعلى القاعده المسلحه. ماشي كده؟ طبعا السميله عشان برضو الناس تبقى فاهمه الكلام، برضو ايه؟ ان السميله هي الميده. يعني السميله دي في ناس بتطلع عليها ايه؟ اسم الميده. خلاص؟ طيب بعد كده خلاص احنا كده خلصنا الفاونديشن. كده احنا خلصنا ايه؟ الفاونديشن. طيب لو انا عندي كانتريفر، عندي كانتريفر اللي هو بنشوفه دايما في المباني اللي هي البلكونات. البلكونات بصراحه في منها نوعين. الال كانتريفر دي لما تبقى اكبر من 2 متر ولما تبقى اقل من 2 متر. لما بتبقى اكبر من 2 متر كبيره قوي قوي، ما ينفعش ان احنا نشيلها مجرد بلاطه كده وخلاص. بنعمل ايه؟ بنعمل كاميرات بالمنظر ده. بنعمل كاميرات بالمنظر ده. يعني ايه؟ بقول لك ان الكانتريفر في حاله البلكونات لما تكون ال كانتريفر اكبر من 2 متر بحط كانتريفر بيم. يعني ايه؟ البلاطه اللي هي دي، يعني نجيب القلم. البلاطه اللي هي دي يعني متشاله ازاي؟ افتكر معايا بقى. البلاطه دي بنحسب لها وبنعرف هي متشاله ازاي، سواء هي 1 واي ولا 2 واي. طبعا الكلام ده لسه هنقوله قدام شويه. المهم ان هي متشاله على ايه؟ على اربع كاميرات بالمنظر ده. يعني البلاطه دي متشاله على اربع كاميرات. متشاله على اربع كاميرات يعني ايه؟ يعني متحوطه من اربع جهات بالكاميرات. يعني دي كاميرا ودي كاميرا وهي ودي كاميرا كمان ودي ايه؟ ودي كاميرا. ده في حاله ايه؟ في حاله ان ال كانتريفر اكبر من 2 متر. طيب هو لو كان ال كانتريفر بقى قليله شويه وصغيره
بكتفي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اطلع البلاطه بس من غير ما اطلع كمرات. يعني زي ما انت شايف اهو الكاميرا واقفه لغايه هنا وخلاص، والكاميرا دي واقفه لغايه هنا وخلاص، وهنا بس في كاميرا عشان البلاطه دي تكون متشاله على الكاميرا. هو انا لو رسمت شكل كده سريع بقول لك ان في عمود اهو، وفي كاميرا، وفي عمود، وطالع هنا بلاطه كده كده كده. طبعا الشكل ايه مش باين قوي، بس انا بقول لك اهو ده عمدان، دي عمدان اهي، وادي السقف فوق ده السقف، ودي كده كانتليفر، الحته دي كانتليفر اهي لانها مش متشاله الا على ناحيه واحده، ودي طبعا ايه دي كاميرا. ده كده الشكل اللي انا شايفه قدامي بالمنظر ده. فبقول لك لو انا ال كانتليفر اقل من 2 متر بعمل كانتليفر سلاب وخلاص، يعني البلاطه اللي هي البلاطه دي محموله ايه على كاميرا واحده اللي هي الكاميرا دي. تمام كده؟ تمام. اخر حاجه في السكيلتون تايب، ودي اهم حاجه لانك اول حاجه بتعملها تقريبا في البلان عندك، ازاي بحط او بقترح اماكن العمدان. اول حاجه تعرفها بيفضل وضع عمدان على اطراف المبنى وفي الاركان الداخليه. يبقى اهي ادي المبنى بتاعك اهو، اول حاجه بحط على اطراف المبنى الاركان بتاعته، ولو في اركان داخليه بحط برضو ايه فيها عمدان. يبقى اول ملحوظه عشان تقترح اماكن عمدان في البلان عندك بتحط على اطراف المبنى وفي الاركان الايه الداخليه. رقم اتنين، بيفضل ان تكون المسافه بين العمدان من 3 متر ل 7 متر، ما تحاولش تقل عن كده وما تحاولش تزود عن كده. ليه؟ طبعا انا قلت لك ان كل حاجه لازم نشرحها. بقول لك ان لو هي العمدان المسافه بينهم اقل من 3 متر، يعني مثلا المسافه دي كده، ده عمود وده عمود اهو، المسافه دي كده صغيره مثلا متر، معناها ايه؟ معناها ان انت لما تيجي ترسم في البلان بتاع الفاونديشن هتلاقي ان في تداخل في الفاونديشن بتاعت الايه العمود ده والعمود ده، هتضطر تعمل حاجه اسمها كومباين فوتنج. احنا بصراحه ما بنحبش الكلام ده، لان الكلام ده محتاج ديزاين وبيبقى فيه شويه اشتراطات في الموقع، فايه بنحاول ان احنا من ايه ما نضطرش نعملها. يبقى لما المسافه تصغر بين العمدان بيحصل تداخل في الايه في القواعد. كويس. طب المسافه لو زادت عن 7 متر بيحصل ايه يعني؟ تخيل كده الكاميرا دي، ادي عمود اهو وعمود اهو وبينهم كاميرا، تخيل المسافه دي كده 9 متر، فبقى عندك سمبل بيم السبان بتاعها 9 متر عليها ديستريبيوتد لود. يطلع لك البندنج مومنت عامل ازاي؟ يطلع لك بندنج مومنت دبليو ال سكوير على 8، ال تربيع، يعني ال 9 متر تربيع. انت متخيل البندنج مومنت هيبقى عامل ازاي؟ كبير جدا. معناها ايه؟ معناها هحتاج تسليح بعد كده كبير جدا، وابعاد الكاميرا نفسها هتبقى كبيره. هو انا مش قلت لك عشان اجيب مثلا عمق الكاميرا من الجدول اهو لو هي سيمبل بقول لك ان السيكنس بتساوي ال على 10؟ طب وانا لو قلت لك ان ال ب 9 متر يبقى ال ايه؟ السيكنس بكام؟ ب 90 سم، كبيره جدا. كبيره جدا ان هي تتحط في مبنى. فبحاول ان انا اقلل الايه؟ السبان من 3 ل 7 متر، رينج كويس جدا ومناسب للايه؟ للي انا قلته من شويه. تالت حاجه، لو انا عندي كاميرا بالمنظر ده، كاميرا اهي، واحط مثلا عمود هنا، خلينا هنا مثلا، خلينا هنا، خلينا هنا، بقول لك لو انا عندي كاميرا بالمنظر ده يفضل اخلي الضرب بتاع العمود اتجاه يعني العمود الطويل في اتجاه الكاميرا بالمنظر ده. ليه؟ شايف انت البروز ده؟ البروز ده يعني الى حد ما مقبول، طبعا زي ما قلت لك في النقاشه والبياض والكلام ده لحد ما مقبول، انما ده غير مقبول بالمره. ان انا اطلع بالمنظر ده كده من الكاميرا او من الحيطه بتاعتي بعمود كده، لا ده يعني غير منطقي. ليه؟ تيجي انت كده مثلا وانت قاعد في الاوضه بتاعتك تلاقي في عمود بارز كده، تيجي تحط سرير مش عارف، تيجي تحط دولاب مش عارف، تلاقي في فراغ كده تحت او ورا السرير مثلا او ورا الدولاب. الكلام ده طبعا ايه؟ غير مفضل في الواقع. رابع حاجة وأنا شايفها مهمة جدا جدا جدا، لو أنت عندك بلان بالمنظر ده، البلان أهو بالمنظر ده، حطيت الكاميرات بتاعتك، أدي الكاميرات، سوري، حطيت الحواد بتاعتك
وادي اهي الحيطه خلاص، وحطيت اهو الايه العمدان بتاعتك، اماكن الاقتراح بتاعت العمدان. وجيت بقى في الحته دي عندك طبعا المفروض نقفل ايه عشان بس الناس ما تتلخبطش، لازم نقفل الحته دي كده عشان تبقى كاميرا، خد بالك، والحته دي كده عشان تبقى كاميرا خلاص. طيب دلوقتي اهو الحته دي بقى فيها مشكله، دلوقتي الكاميرا اللي هي الطويله دي اسمها بي 1 بتحملها ازاي؟ متشال على ايه يعني؟ متشال على العمود ده، والمفروض مثلا تكون متشاله على الكاميرا دي، فيبقى الكاميرا دي كده سيمبل كويس قوي. طيب الكاميرا بي 2 متشاله ازاي؟ متشاله على العمود ده، وبعد كده متشاله على الكاميرا بي 1، فهي برده ايه؟ سيمبل، جميل. طب الكاميرا بي 3 متشاله ازاي يا باشمهندس؟ متشاله على العمود ده، مش عارف متشاله على ايه بقى، انا قلت بي 1 متشاله على بي 3. طب هي بي 3 اصلا متشاله ازاي بقى؟ كانتليفر؟ لا، انا بقول لك اوعى تحط كانتليفر جوه المبنى. يعني ايه؟ يعني هنا كده في سقف هيبقى تحتيه كانتليفر، انا بقول لك اوعى تحط كانتليفر داخلي جوه المبنى، اوعى. ليه؟ هتعرفها قدام الكاميرا الكانتليفر بيحصل لها حاجه اسمها ديفليكشن، يعني ايه؟ بعد التحميل كده الكاميرا دي بتميل شويه، بتنزل شويه. نيجي نرسمها بس عشان الناس تفهم معانا. ادي الكاميرا، ادي كده كاميرا كانتليفر اهي. بقول لك ان الكاميرا بعد التحميل بتبقى كده، بيتحمل فتبقى كده. طيب وانا بقول لك ان في سقف هنا كده اهو، شايف المسافة دي؟ شايف المسافة دي؟ ايه ده؟ ده في فرق هبوط بين المسافة دي والمسافة دي، ده ممنوع. ليه بقى؟ لان هيحصل شروخ كبيرة جدا 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 في الحتة دي، الحتة دي كده يحصل فيها شروخ كتير جدا جدا، ده غير مفضل، ده غير مفضل، تمام؟ طيب يبقى انا هعمل ايه؟ لازم احط عمدان هنا، لازم احط عمدان هنا. طيب كويس، احط العمدان فين بقى؟ لو انا حطيت العمود هنا، نجيب القلم تاني، حطيت العمود هنا، ايه رايك؟ هنا كده. طبعا هنكبره شويه بس عشان ايه؟ يبان. ايه رايك لو حطيت العمود هنا؟ طب تعالى كده نشوف هو غير ايه؟ البي 2 بقت متشاله على العمود ده والعمود ده، يبقى سيمبل، تمام. طب البي 1 بقت متشاله ازاي؟ بقت متشاله على العمود ده والعمود ده، ولسه في حته كانتليفر. ايه ده؟ في كانتليفر تاني؟ ما انا قلت لك دونت بوت كانتليفر بيمز انسايد بيلدينج، اهي خلاص حطها في دماغك، اوعى تنساها. ليه؟ قلنا في فرق هبوط وهيحصل شروخ كبير فما نعملهاش. طب ايه رايك ما نشيل العمود ده، وبدل ما هو هنا نخليه هنا، ايه رايك لو حطينا العمود هنا كده؟ طب ما تيجي نشوف ايه اللي اتغير. بي 3 بقت متشاله ازاي؟ بقى متشاله على العمود ده وعلى العمود ده، يعني سيمبل كويس. البي 1 بقت متشاله ازاي؟ على العمود ده وفي الاخر على العمود ده، برده بقت سيمبل، كبيره شويه بس مش مشكله. طيب بي 2 بقى بقت متشاله ازاي؟ بقت متشاله على العمود ده وعلى الكاميرا بي 1، طبعا احنا خلاص شلنا العمود الاسود ده ما بقاش موجود. فبقى بي 2 دي متشاله على العمود ده وعلى الكاميرا، بقت برده سيمبل، تمام جدا كده مظبوط. فهمت معايا؟ يبقى ممنوع وضع كانتليفر بيم انسايد البيلدينج، تمام. بعد كده هنخش بقى في الوول بيرنج تايب اوف بيلدينج. كده احنا خلصنا السكيلتون تايب بالفاونديشن بتاعته بالملحوظات باماكن وضع العمدان. افتكر معايا الوول بيرنج تايب، انا بقول لك ان الحوائط هي اللي بتشيل الاحمال الرئيسيه. دلوقتي ما بقاش فيه عمدان، يعني انت لو قاعد في الاوضه دلوقتي وحواليك عمدان ده بقى اسمه سكيلتون تايب. طب انت لو قاعد في الاوضه وما فيش عمدان خالص خالص، ولا في الصاله ولا في اي مكان في الايه في الايه في الشقه عندك، يبقى انت كده المبنى بتاعك مبني حوائط حامله. طيب طبعا انا مش هشرح حوائط الحامله قوي، انا بس هقول الفروقات بينها وبين الايه
السكيلتون تايب. بقول لك نظام الحوائط الحامله يختلف في بعض الاشياء. ايه هي؟ رقم واحد مفيش اعمده لان الحوائط هي من تحمل الاحمال الرئيسيه، دي قلناها كويس. بقول لك كل الحوائط سواء داخليه سواء خارجيه بتاخدها 250 مللي. ليه؟ فاكر معايا في السكيلتون كنت بقول لك الايه؟ الحوائط الخارجيه 250 والحوائط الداخليه ايه؟ 120. لان الحوائط الداخليه انا مش محتاجها في اي حاجه غير ان هي بتقسم مساحات. صح كده؟ طب هنا لا، ده هنا الحوائط ما بتقسمش ايه؟ ما بتقسمش مساحات، ده هنا بقت بتشيل احمال فما ينفعش اصغرها. اقل حوائط عندي اخدها 250 مللي. طيب رقم 3 يلزم وضع عتب للابواب الشبابيك، لازم احط عتب. فاكر معايا في السكيلتون طيب لما كنا بنقول العتب والشبابيك، نرجع شويه كده مع بعض اهو، كنت بقول لك انا ممكن اكبر عمق الكاميرا دي واوصلها لغايه الشباك واشيل العتب ده خالص. صح كده؟ قلت لك ممكن. انما هنا في الحوائط الحامله بقول لك لازم تحط عتب. ليه؟ شايف الحته دي كده؟ دي مش كاميرا، دي اسمها مخده، مخده تحميل. السقف هيحمل على طول على الايه؟ على الحيطه، بس احنا عشان عارفين ان في شويه احمال مش هتعرف تنتقل من السقف للحيطه، مش هتتقل كويس قوي يعني، توزيع الاحمال مش هيبقى منتظم، فعشان كده حطيت له مخده تحميل عشان يعمل ديستريبيوتد لود صح، ويخلي اللود فعلا ديستريبيوتد مظبوط كويس قوي على الحوائط. فمش هينفع اكبر المخده دي لغايه الايه؟ العتب، ده كده هيبقى نون ايكونوميك قوي 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 يعني، غير منطقي. فبقول لك لا، صعب وصول منسوب المخده للايه؟ للشباك، فلازم حط ايه؟ لازم تحط عتب. طبعا احنا عارفين ليه اصلا بنحط عتب، عشان الحيطه اللي فوق دي ما ينفعش تحمل على الفراغ ده، بيحصل بيندنج مومنت تاني. طيب كويس. رقم 4 لازم نهشر الحوائط في البلان الانشائي. ايه ده؟ هو في حوائط في البلان الانشائي اصلا يا باشمهندس؟ اه افتكر معايا الوول بيرنج اصلا الحوائط اللي فيه كلها انشائيه. فعشان كده ايه؟ عشان كده بهشر الحوائط في البلان الانشائي. طبعا التهشير الحوائط بيبقى ايه؟ اللي هو الخطين ده. طيب رقم 5 بتظهر معايا قاعده جديده ونوع جديد من القواعد اسمها القواعد الشريطيه، اللي بنحطها بدل من قواعد الايه؟ المنفصله. طيب نفتكر كده معانا، ادي شكل القواعد الشريطيه. ادي الحيطه بتاعتك متهشره طبعا كلها لانها بقت انشائيه، خطين اهو. تحتها بحط ايه؟ قاعده مسلحه، وبعدين تحت المسلحه بحط قاعده ايه؟ عاديه. خد بالك ودي جديده شويه انا ما قلتهاش في الفيديوهات اللي فاتت. شايف التهشير اللي هو نقط ده؟ شايف التهشير ده؟ تلاقي نقطة كده ونقطة 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 وبعدين نقطة كده كبيرة وبعدين نقطة وهكذا. إيه ده؟ ده اسمه تهشير الخرسانة عادية. ليه؟ ده بيدل يعني على الإيه؟ على الزلط والرمل والأسمنت والكلام ده. ده التهشير بتاع الخرسانة العادية. طيب نرجع لمرجوعنا تاني. الحيطة محملة على خرسانة مسلحة وبعدين خرسانة عادية تحتها. واخد بالك بقى من الحتة اللي طالعة دي؟ شايف الحته اللي طالعه دي؟ دي بتبقى خرسانه مسلحه. تهشيرها هو بدل تهشيرها طبعا المسلحه يبقى خرسانه مسلحه. دي حاجه اسمها دليل مباني، ليه برضو؟ عشان يعمل توزيع احمال مظبوط. زي بالظبط المخده اللي حطيناها فوق اللي بتنقل من السقف للايه؟ للحيطه. طيب واخد بالك بقى معايا؟ انا دلوقتي لو انا برسم سنتر لاين، طبعا ده اهم حاجه دايما، انا لو عندي سنتر لاين بالمنظر ده. ادي السنتر لاين، ببعد نص الحيطه من هنا نص الحيطه من هنا عشان ارسم الخطوط بتاعه الحيطه، وبعد كده ببعد مسافه من هنا ومسافه من هنا عشان ارسم الخرسانه المسلحه، ونفس الكلام ببعد مسافه من هنا ومسافه من هنا عشان ارسم الخرسانه العاديه. جميل. طيب في البلان بقى اتبان ازاي؟ ادي الخطين بتوع الحيطه، وخد بالك متهشرين تهشير الحيطه اللي هو الخطين، تمام. وبعد كده ادي السنتر اهو، السنتر لاين اللي كنت برسمه هنا ده. بعد كده بقيس من هنا نص الخرسانه المسلحه ونص الخرسانه المسلحه واوقعها، وهكذا. لو انا عندي سنتر اهو، ابعد هنا كده مسافه وهنا مسافه عشان اوقع الخرسانه المسلحه. نفس الكلام من السنتر اقيس مسافه للخرسانه العاديه اهو، ونفس الكلام اهو من السنتر اقيس مسافه للخرسانه العاديه. طيب طبعا انت واخد بالك ان انا ما شرحتش قوي الحاجات بتاعه السكيلتون تايب في الول بيرنج،
ما شرحتهاش بالتفصيل. اي حاجه انا ما زودتهاش في الفروقات بين الحوادث الحامله والنظام الهيكلي اللي هو السكيلتون تايب، سكيلتون تايب، اعرف ان هي بالظبط هترسمها زي السكيلتون تايب. يعني كل اللي انا شرحته في السكيلتون هيتنفذ هنا في الوول بيرنج ما عدا شويه الملحوظات اللي انا قلتها هنا. بكده انا خلصت الايه الاركتكتشرال اند ستراكشرال ايه دروينجز. طبعا هو درس ضخم، خد مننا عدد فيديوهات كبير لانه هو درس مهم، وهترسم زي ما بقول لك اول شيت هيقابلك اللي هو الشيت بتاع اللوح اللي هو هترسم فيه لوح. بقول لك هياخد منك تقريبا 3 اسابيع وممكن يبقى يوصل لشهر كمان، ف ما تستهونش بيه. انا حاولت ان انا اشرح لك الموضوع واوضح لك التفاصيل اللي فيه. طبعا يا ريت تعذرونا لو في حاجه انا ما شرحتهاش او حاجه. كمان يا ريت الناس اللي ما بتعملش سبسكرايب لغايه دلوقتي تعمل عشان يوصلها الفيديوهات اول باول. الناس اللي بتسالنا في الرسائل هي يا باشمهندس فين الفيديوهات، انت لو عملت سبسكرايب هتوصل لك الفيديوهات اول باول. طيب المره الجايه ان شاء الله هنخش بقى في توبيك جديد، وده توبيك مهم جدا، هو ده اهم بقى توبيك هيتشرح، لان هو اللي مبني عليه كل شغل الخرسانه من دلوقتي لغايه ما تتخرج، وكمان بعد ايه ما تتخرج، اللي هو ايه بقى، اللي هو الديزاين. خرسانه اصلا اسم الايه الماده بتاعتك ديزاين اوف ار سي اليمنتس، يعني انا بعمل ديزاين اصلا في الماده دي في سنه تانية مدني وفي ثالثه وفي رابعه، وبعد ما تتخرج انت بتعمل ديزاين لخرسانه مسلحه. فانا هخش ان شاء الله المره الجايه في التوبيك الجديد اللي هو الديزاين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.